في المدرسة ولا لأ؟ سنة كامل؟ خمسة؟ وأنتوا ها؟ وأنتوا في سنة كامل؟ خمسة؟ محمد بن صالح، محمد بن صالح ده إعدادي. ده أنت كبير يعني. طب عملتوا إيه السنة دي؟ خلصتوا؟ كله كويس؟ الحمد لله. طب بتعملوا إيه طيب؟ قاعدين بتلعبوا هنا يعني؟ قاعدين بنلعبوا. مفيش مركز شباب طيب ولا حتة تلعبوا فيها؟ السوق كده. في السوق؟ لا في حاجه بتسالني حاجه بسالني عليه حسب محمد. انا ليه بس ليه طيب احنا بنشوفكم فين؟ اللي بين الابتدائي والمنهج ده مش فاهم. انتوا ازاي؟ خلاص يعني. وانت في سنه كام؟ انت معاك موبايل اهو. محمد بيه سنه سته. شغال في المجمع. رايح اولى اعدادي يعني؟ طب كويس. بس لك يا باشا شويه خير. مش هو ولا قريبه ولا صنايع معاه؟ طيب. طب الدنيا اخبارها ايه؟ تمام والله. لا بجد. تعالي. طب عشان احنا طبعا بنطور القريه وتخليك. انا بلف النهارده معاك. يبقى عايزين بقى نعرف وجهه نظرك انت عايز ايه اللي ممكن تعمله. مش البيت بتاعك ما شاء الله كويس، لكن انا بتكلم على القريه نفسها. خش سن خش سن خش حد سن دي اللي احنا عايزينه. طب ما شغالين بايه؟ مغيرات ولا في اه مغيرات؟ في عربيات بقى بتيجي تكسح؟ اه خش حد سن. 60 جنيه في ايه؟ في المره؟ نقله كل قد ايه؟ كل اسبوع. كل اسبوع؟ يعني انت كده بتدفعي الاسبوع على حسب الاستيعاب وتتملي. يعني مثلا يبقوا خمس مرات مثلا على الاقل في الشهر. يعني بتاع 350 جنيه. طب يعني لما نوصل بقى نعمل لكم الصرف الصحي هنا وتجي لك الفاتوره ممكن تبقى اقل من ال 350 ندفع بقى يبقى عادي طبعا بقى بدل وجع القلب وبدل العربيات ولا اه ان شاء الله باذن الله. لا والله باذن الله والناموس ان شاء الله. عايزين اي حاجه ثانيه؟ طب الامن صح؟ عايزين نسال بس يعني ما انت مش هيقدروا يتكلموا يا فندم عشان هنا ما فيش احسن من الامن هنا. لا ما في امن والله كده. ربنا يبارك لك يا رب يخليها لك يا رب. الله يسلمك. صحة وسعادتكم يا رب. سلام. سلم عليكم بس والله. تعالوا تعالوا. كلكم ساكنين هنا طيب ولا لا؟ توفيق توفيق توفيق. شغال هناك في مصر؟ طب وانت؟ انت التنجيد هنا في القريه المستشفى؟ اه الحته دي كلها. طب كويس. انت عندك كام سنه؟ انا 20. 20؟ طب يعني من غير ما يعني الشغلانه ماشيه كويس يعني تاخد يعني دخل كويس معقول يعني؟ دخل معقول اه. طب الحمد لله. انت ساكن هنا طبعا؟ مع الاسره ولا؟ ايوه مع الاسره. والدي والدك واخواتك؟ واخواتي. طب الحمد لله.